السلام عليكم، اسمي سارة المدني وأنا عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الشارقة، مصممة أزياء وحاليا صرت صاحبة مطعم. كلكم تعرفوني، تعرفون أنا شو أسوي، لكن في شيء ما تعرفونه، أن قبل 8 سنين كان وزني 98 كيلو. 98 كيلو، حاليا وزني 55 كيلو. ما سويت شيء، التغيير كان بسيط جدا وجذري، ما سويت رجيم، أنا وقفت كل هالأشياء هاي. اللي سويته هو أني كلت أكل صحي وسويت رياضة. حاليا أحس أني صحتي أحسن وشكلي أحسن وحتى شخصيتي صارت أحسن. فنو مور اكسكيوزز، ابدوا اليوم.